طيب قبل ما أنت الإشرافي بس شو أخطر مرة تعرفوا عن سبب الإشرافي؟ فاريسيز ودايبلت دايبلت جيرد أكليشن دايبرتيكولوم وبريست كان صراحة دكتور المريض إذا ما عالجته مباشرة يعني مباشرة ولا شوية يدخل في حالة شوك سكت عليه كانسر برفوريشن برفوريشن بال برفوريشن إيسوفاجيا راتشر ليش يقتل المريض مباشرة عامل الإيسوفاجيا صراحة لا لا بروح على القلب من جسترنا في الجريد فيزرز أورتر من الأرتري هارت لو صار إنه من استنايتس التهاب من جسترنا راح فيها القلب وإذا القلب توقف ما راح يدخل عفوا يموت واضح؟ ليش يصير من استنايتس؟ لأنه مفروض إنه هذا التجويف ما في هواء ولا في سوائل لما ينفجر الإيسوفاجس راح يصير في البلط أول شيء والبلط طبعا يسوي الروتيشن يسوي الانفلاميشن واضح؟ وأيضا الهواء راح يدخل ممكن يدخل سلايا وغير أمور هذه كلها راح تسوي شيء كل بكتيريا هي مش البكتيريا راح تلحق تسوي سبسس بس الفكرة لما تسوي انفلاميشن حول القلب راح يموت المريض فأهم مرض وأخطر مرض هو الإيسوفاجيا رابتشر وهذا كلام يعرفه في أسئلة عليه في الجراحة الستومك برضه أكثر شيء بيجي على الستومك وهي هذه يعني فكرة إنه بالجراحة شوفوا دائما بالجراحة لما ناخذ الأمراض الجراحية فكر بشغلات أكيوت أي سيفير بيت ما هو هو الجراحة تاخذ جانب الأكيوت بس مش أكيوت هذا الليت ستيج يصير برفوريشن لا هذا بالإيسوفاجس أكيوت برفوريشن تعرف شو بيصير؟ هذا مش عشان في ألسر في الإيسوفاجس لا يسموه إتروجينيك شو معنى إتروجينيك؟ علاجي منشأ ليش؟ سكوب إندوسكوبي إندوسكوب شو يعني علاجي منشأ؟ يعني احنا اللي نسوي احنا الاطباء مو نعالج المريض؟ يعني خطط اه مرض لما تراش في التومي لما يعمل ابط ممكن يصير هذه يعني لازم هو في اكثر من نادر لما تلقى حالات انه يشوف جي رابتشر بتصير لحاله في شيء احنا سويناه دخلنا شيء في سبب سوينا رابتشر اندوسكوبي اندوسكوب ما من اندوسكوب بدل ما يروح على الشتومي طب تاخذ التومي ترى المريض صار او نفتح الشتومي هذا الشفره اللي هو أو تروما إجا تروما يعني في تروما صار ليش بعد أسر؟ بس التروما أسر تصير شو يعني ما بتصير يعني صعب التروما بوصل جوا للديب لا أصبر شو وقت التروما تروح للإنترنال أورجانز شوفوا أنتوا تفكرون تروما نوع واحد هي بنتريتنج تروما تروما تمام في عندنا بلانت تروما بنتريتنج تروما وأنا دائما أخاف أسر ما يقول أخطر ايش اللي خبره؟ بلايتين تروما وبلانت تروما بلانت تروما ما بدخل لو اللي جوه بس طبعه من برا وفي الثانية البنتريتين اللي بخترق ايوه هاي البنتريتين لانه منشوف شو بيصير جوه البنتريتين شايفين البلانت طبعا البلانت مش عشانها شايفين ولا مش البنتريتين لانه الضربة شوفوا احنا هذا مبدأ في جنسي يعني ما شاء الله اسمها الموجات الضغطية شنو الموجات الضغطية؟ الآن الهواء هذا لما نتكلم فيه الهواء ينتقل عن طريق الموجة الضغطية هذا الهواء راح يتغير راح يغير الهواء المصفى إلى أن يوصل لهنا موجة ضغطية نفس الشيء الضربة هذه موجة ضغطية لما أضرب الجلد العظم ما راح تروح قوة الضربة على الأنسجة اللي أسفل منها فلو أضرب الرئة بقوة مساحة أكبر الرئة راح تأخذ الضربة لجوه واضح؟ صح أنت ما راح تشوف لبرا بس تشوف بروز يعني شو بروز كذا بس لجوه شو صاير؟ صاير جنرالايز انفلاميشن يدخل بي ار تي اس تتذكرون شاكلكم يا ريسبيراتوري ديستريس سندروم يسموها بلمري كونتوجن واضح كلمة كونتوجن هواي طلاب يفهموا وش معنى كونتوجن كونتوجن معناها مثل ضربة أو رفضة يعني القلب لما ينظر بلانت تروما سيارة دعمت صح؟ الآن ما في أي شيء واضح بس إنه مجرد انضرب هذا النقطة بالبريكاردايت القلب نفسه راح يروح وينضرب بالتشست وول تردد تجيله الموجه الضغطيه عليه بيصير عندك جنرالايز انفلاميشن بالقلب كله يسموه كارديو كونتوجن الار دي اس يصير في الرئه في القلب يسموه فقط كارديو كونتوجن بس راح يصير بيه اديم وراح يوقف في القلب او امراض بالبريكارديو يصير بلاد او هذا غير يسموه كارديو تمبري تمبري واضح بس القصد لما القلب نفسه ينفض
طبعا هذا الحرف الكاردي كاردوجي ما عندنا علاج المريض راح يموت يعني هذا كيف القلب كله صار بيفلع مش كله راح تعب يعني لا تسوي له بليسمنت يلا يعني ترانسبلانت يلا ايش واضحه فهذا الفكره فنفس الشيء الاسوفيكس كيف راح يجي تفهمون كيف في عندنا طب شغله اسمها اكسلريشن ديسلريشن انجري شو معنى اكسلريشن تسارع ديسلريشن تباطؤ الان انت لما في الحافله او الباص وقف الباص عرفوا شو بيصير فيه تروح لقدام ليش؟ على قانون الاستمراريه تبع نيوتن واضح؟ طب كان بيمشي لورا وقف شو بيصير فيه؟ تروح انت لورا تكمل لورا صح؟ اها لما الان انت في سياره هذا خاصه تصير بالكار اكسيدنتس احنا طبعا ثلاث ارباع التروما جت من الكار اكسيدنتس واضح هو اكثر سبب للموت الان في العالم من ضمن مراحل القلب وهذا يمر وياه ايش الاكسيدنت الطرق حوادث الطرق اكثر الناس من يصعدون الطياره خايفين ما يعرفوا فرصه يموتون بطياره واحد من المليون فرصه يموتون بسياره ايش يمكن 10 من ما اعرف كم يعني قريبه اكثر بهواي من انه تموت من طياره يعني هذا سير واحد كان في الواقع اخطر بهواي من ايش طياره ممكن توقع الطياره وقعت واحد بس القصد يعني فرصه توقع على طياره قليله جدا بس فرصه السياره تندعم سهله جدا واضح؟ فكيف شو راح يصير لما تصير هذه الحالة؟ acceleration deceleration شو راح يصير؟ الشخص كان في السيارة انتهى السيارة شو راح يصير؟ هو نفسه جسمه راح ينظر جسمه راح يتوقف بس الأعضاء اللي جوه ما راح تتوقف راح تنظر في ايش؟ في الوول abdominal wall chest wall واضح؟ جمجمة ما أكثر سامعين contusion اللي هو ربط الدماغ؟ هي هذه واضح نفس الفكره الدمام راح يضل رايح جاي يتحطم بيروح من جهه ثانيه بالبول خصوصا بالعقب المسائل ايه فعندنا كونكشن وعندنا كونتوجن ايوه اخطر الكونتوجن وين ما تلقى كونتوجن نفس المعنى كونتوجن يعني لفظه قويه دمرت لك منطقه وسببت لك فيها ديم كونكشن يعني شويه تحرك ما تحرك طبعا كيف يتحول ايش وقت يصير كونتوجن سرعه السياره كم كانت كل ما كانت اسرع قوه الارتطام تصير اكثر فبالتالي تصير هاي الحالة، واضحة هاي الفكرة؟ فالمهم بس هذا بشكل سريع، نفس الشيء الاسوفيكس، الاسوفيكس ثابت كان، صار الانقطاع ايش صار في الاسوفيكس؟ تحرك من جهته، في من جوا ستومك لازمته، من فوق للفارنس، بس راح يتحرك ايش راح يصير فيه ممكن؟ رجع فلا تتصور ان حادث سير ممكن يسوي لك اياه، يسوي لك اياه. حادث سير يسوي لك كل شيء، يسوي لك اورتيك انوريزم، لازم دايسكشن، تمزق الاورتا اللي هي كارديو تمبرين يسوي لك اياها كمان. كارديو كونتوجن، بولموني كونتوجن، براين كونكشن، في الابدومن انترنال بليدنج كلها واضح؟ مش الا شرط انه نشوف شخص مطعون يلا تعرفون في انترنال بليدنج ترى. الحادثة كيف صارت؟ تعطيك هواية دلالة، اكسلريشن ديسلريشن انجريز، اي شيء يصير بسرعة عالية تقدر تتوقع هذا الشيء اللي باص، طيارة، سيارة، اي شيء. واضح؟ مهم. فهسه هذا بشكل عام، فافتهم هسه اول مرض واخطر مرض بيجي شنو اسوفجيال؟ رابتشر ايش قلت لكم اول محاضره؟ شوك تذكروها؟ سالتكم عن الشوك شو كان تعريف الشوك؟ هايبو فنتليشن هايبو هايبو برفيوجن هو لما احنا نسمي شوك نقصد هايبو برفيوجن انت بتقصد انت تقول لي على بالي ايش راح تسوي القلب ايش راح يسوي هذا الكومنسيشن تبعك هايبو برفيوجين وهايبو فنتليشن لانه اكسجين شوف هو الفكره ترميم تغذي شو يعني؟ نقص في وصول الدم السبب راح يصير شنو بعد الله اعلم واضح؟ فلما سميناها الحين نسميها شو؟ هذا ليش اسال انا من جي اي تي؟ يعني عندنا شغله بالجي اي تي اسمها بروتونايتس التهاب البروتونيوم راح يؤدي الى الشوك ليش؟ من يعرف؟ ايش هاي السبتسيمي شو؟ لا مش عشان السبتسيمي مش شرط السبتسيمي اللي تكون عافية صح بس مش عشان السوائل هي السوائل لما انجمعت في الكبد السوائل منين طلعت؟ من الجلدتين في الكبد من وين؟ مش صح يعني بين من الدم احسن عندك هايبوفولين والهايبوفولين يعني هايبوتنشن وسيفير هايبوتنشن يعني ايش؟ شوك هايبو هايبولوجن بروفيوجن هاي البروفيوجن معناها ايش؟ شوك. هاي الهايبوفوليميك شوك. واضح؟ طبعا الفكره اللي لازم تعرفوها شو وقت يصير الشخص عنده شوك؟ لو واحد طول حياته عايش على ضغط 90 60 ما نعتبره شوك هذا. تعرفون ليش؟
ليش انا سالت هذا السؤال؟ هي فكره مش انه عشان ضغطه 90 60، الفكره انه هل هذا الضغط كافي يوصل الدم للانسجه ولا لا؟ اذا كان كافي ما تصير ان شاء الله. في ناس ادابتيشن صح، في ناس الان تقدر تلقاها خاصه في النساء. يعني لو شفت 90 60 بتقول عندك شوك ورحت فيهم وبرضه بس عندك شوك بتقول كذا عندك الايام يعني مرض. فكيف تعرف شو؟ تجي على الاعراض البطيئه لوز اوف كونشسنس، تكيكارديا. تكيكارديا اكثر من الضغط، تعرفون ليش؟ لانه لما شخص كل مسألة الليل شوف فلسفه فيها، لما شخص عنده ضغط دم نوعا ما طبيعي، عنده ضغط دم طبيعي. الان لما هو عايش على 90 60 قلبه ما بيزيد الهارت ريت، امور تمام، الجسم ما محتاج يزيد الهارت ريت، ما عنده هايبوبرفيوجن. بس لما تلقى 90 60 وضغط الهارت ريت واصل 120 130، اذا شنو اللي تسمى؟ بس عندك حاله تعويضيه للقلب، يحاول يعوض، يريد يوصل الدم الى معناه في ايش؟ فكر في شو؟ فايش الهارت ريت دلاله اكثر من الضغط في الشغل، عرفوا هذه النقطه مهمه. يعني اذا لقيت النورمال هارت ريت وهاي بوتنشن دلالات ميكست يعني. في بعض انواع الشوك فيها المهم بس ما راح ادخل فيها. الفكره المهم فهسه عرفنا اعراض الشوك هاي بوتنشن وايش تيك هوم؟ كارديا. بس قلنا لازم يصير هاي بروفيوجن ونعرف ايش لوز اوف كونشسنس يفقد الوعي. لو يصير عندنا مينتال اوت اوف مينتال ستاتس اللي تغير في الحاله الذهنيه، هذه كلها دلاله على ايش؟ على شوك. بس الكلمه الهم تذكرها هاي بروفيوجن مو هاي بوتنشن. اقرب الطلاب هايبوتنشن خطا، لانه مش الفكره انه هايبوتنشن، في ناس عايشين على هايبوتنشن. كيف يدور عليهم شوك؟ لا طبعا واضحه. المهم فنجي نكتب ال اي سوفيكس فهسه الجي اي تي نبدا بال اي سو في جاس. طبعا اللي يشوف جاس هسه لازم نعرف شيء عليه. الشوفي بس شو يربط او انبوب يربط تشوفونه من الاول؟ لما بسمعك انا سي سي محل الجي لا لا شوي والله ليش شوف شو؟ احط لكم خط اي لا بس عشان الصور بدي مش لا بس خلاص انت اتصل الفكره انه مش صعب كل جهتي جهتي انا كل جهتي جهتي انا سي كان ما عندي جي اي تي يلا مو مشكلة. فهسه فهمنا هذه الجي اي تي ريسوفيكس. ريسوفيكس تشو يبدا من وين؟ من الفارنكس وينتهي بالستوفنس. طيب شو المعلومات اللي لازم نعرفها على هذا التشو؟ هذا التشو اول اقصر في اول ثلث من عنده سكيلتال مصر ثلث الوسط ميكست الثلث الاخير سموث يا اللي انت ما تتحكم بيها سموث مصر تقدر تتحكم فيها؟ لا ما تقدر تتحكم فيها. انا فكرت تقدر تتحكم فيها شنو؟ السكريتور مصر. فاول ثلث ممكن تتحكم فيه وهذا ممكن يصير قاعد ريفلكس هذا واضح؟ بس البقيه ما تقدر لان طبعا لو نزل الجو بعد ما تقدر تطلع هذا لو ما نزل فلو ظل تحاول ما راح تطلع لازم تسوي فومتنج يوم. كيف تقدر تقلل من الجاتريفلكس؟ الناس عندهم مشاكل هذه اسباب ثانيه ترجع عليها تسلف ليش يصير بين بعض هذه مشاكل ثانيه ممكن تكون خطيره ممكن تكون بسيطه حسب الهيكبس عاملين نفس الزغوطه ايش بيسمون الهيكب؟ ايش بنسميها؟ هذا الهيكب كل ساعه بيشهد فاهمه حاسوق 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 زهزوقه لغه الفصحى حاسوق شو مش فاهمه شو سايق اكيد واحد صار عندنا لما اكل اكل مره سخن ولا شيء وبعد ما راحت من عنده ضل ايوه ايوه هيك بالانجليزي. المهم فهذا اللي شغل الاسفنكس هذا اللي شغل الاسفنكس الاسفنكس شباب بس ولا انت الاسفنكس في بالنهايه شنو لو اسفنكس اسفنكس في عندنا ستومك بعدين تبدا بعد هذه الاسفل نكتب كلش مهمة اسمها لور يشرجم او دكتور له اسم اخر كارديك سفينكتر اي مو هي نفس الفكرة يعني عشان الكارديك هذه الضبطة من الابدو من فوقها اي بس اسمها لور يشرجم سفينكتر هذا الاسفل نكتب هذا الاسفل نكتب مهمة ليش؟ لانه لو صار فيها ارتخاء راح يصير عنده مرض اسمه فاكهه
ريفلكس ريفلكس اسوفيجيال ريفلكس نسيت او لازم اسوفيجيال جير جير واضح اللي هي جير. طيب الان هذا الاسوفي بس لان اول ثلث من عنده ايش سكيلتر سكيلتر ومصاب وصار ثاني ثلث شنو ميكس الثالث هو سموث مصاب. زين هسه الامراض اللي راح نجعلها المهمه بالنسبه لنا في امراض هسه لازم نعرفها راح اسطر لك الامراض ونجعلها وايد اول مرض راح اكتبه هو الايسوفيجيا راب تشار هذا مرض جراحي واضح المرض الثاني راح اكتبه وراها عندنا الايسوفيجيا فيرا سيس ما راح اكتب ايضا هو فاريس 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 طيب الاي سو في جي ستريك تشار وراح اكتب لكم مرض اسمه اي سو في جي سبازم واضح وبعد شنو عندنا اليوم؟ اها ات اتريجيو اكاليجي اتريجيا و اكاليجيا بعد ايش؟ كان سو شوف جيوم دايفر تكلم بدنا نحط على الستركتشر دي وهي ما هي هذه هو ستركتشر يعني لا الستركتشر اللي بتكون غير غير مو ستركتشر في عندنا زون كود اللي بتكون غير اللي بتكون تكيس بس اللي بتكون صح كمان في دي غير تيك يلون وكمان ايضا نوتشاري هذه اهم الامراض طيب هسه نسيت شيء طيب هسه نبدا ويا الاسوفجيا هذا الاسوفجيا نوتشار يسموه مرات باسم اسمه بورهوف سيندروم متلازمه بورهوف واضح؟ الاعراض هذه راح يصير عندك شنو؟ ميديا ميديستيناتس اعراض ميديستيناتس التهاب الميديا ستيرنوم وين صار الميديا ستيرنوم؟ بين الرئتين خلف الستيرنوم هاي المنطقه نسميها ميديا في انتيريو منطقه المنصف بوستيرنوم في الصدر منطقه المنصف واضح؟ هذا الميديا ستيرنوم منطقه المنصف هذه شنو الاعضاء اللي تحتويها؟ هذا سؤال كنت اسالهم عليه، شنو الموجود بمنطقه المنصف هذا؟ القلب طيب نعم شنو الموجود بمنطقه المنصف هذه؟ خلي نرسم هذه رئتين هذه رئتين وبيناتهم ايش راح يصير؟ البرونخاي ايش؟ قصبات الهوائيه قصبات الهوائيه التراكيا الثايموس دكتور والبرونكس طيب بعد ثايموس ثايموس كمان صح نوده هذه الليمف نود برضه في عندنا الليمف نود هذه تبع الرئه اللي يسموها هايلر الليمف نود تذكرون اللي صار في الوسط بعد شو موجود عندنا؟ اللارج ارتري الاورتا هذا الاورتا والمناري اورتا والمناري ارتري هذول مهمات الجريت فيزلز بعد اسوفيجاس اسوفيجاس اكيد اسوفيجاس لا تنسوا يسو فيغاس معلومه لازم تعرفوها بالاناتومي الاسوفيغاس خلف التريك لما انت تعرف انت عندك تريك بين قدام الاسوفيغاس لا طيب لما ينزل الان تريك مصمت صح؟ مزبوط يصير خلف شنو وراها؟ ورا ايش؟ ورا التريك خلف ايش يصير؟ خلف الاورتا الاورتا وخلف الليفت اتري ليش هذا السؤال مهم؟ هسه تفهمون ليش مهم؟ في الاناتومي عندنا مصطلحات ويا الجاردي اسمها ديسفيجيا. شنو معنى ديسفيجيا؟ صعوبة البلع. واحد عنده هارت فيلير وعنده ديسفيجيا، ايش علاقة الهارت فيلير بالديسفيجيا؟ الانلارجمنت اوف هايبرتروفي وين؟ بالليفت او اللارجمنت اوف ايش؟ ليفت اتريوم.
عشان ترى هذا الموضوع كصورة ثلاثية الأبعاد، الرسمة اللي تشوفوها خطأ، يعني هذا اسمه مكتوب عشان التوضيح. أما الرسمة الحقيقية فهو الليفت أتريوم رايح للخلف، والرايت أتريوم للأمام، والرايت فنتركل للأسفل، ومن الوسط واللاف على اللاترال هذا منه الليفت فنتركل، هذا الرسم الحقيقي للقلب. فهنا الليفت أتريوم، هذا السؤال ليش مهم؟ في الكارديولوجي بيسألك لو ردنا نشوف الانلارجمنت اوف ليفت اتريوم كيف راح نشوفها؟ راح تدور الايكو صح؟ صح ايكو ايكو اشوفك هنا هاي المنطقه ما بيها ليفت اتريوم يساريوم؟ لا لا الترا سنت بتاع طريق ترانس ايسوفيجيال ايكو كارديوغرام ايكو عن طريق ايش؟ هذا البروب تبع الايكو ما ندخله عن طريق الصدر ندخله عن طريق ايش؟ الايسوفيجاس زي الاندوسكوبي اي ما هي هذا بس مش الاندوسكوبي هذا بس هذا ايكو فيسموه ترانس ايسوفيجيال وتصور كان في سؤال عليه ترانس ايسوفيجيال ايكو كارديوغرام واضح؟ وهي ايش؟ الانلارجمنت اوف ليفت اتريوم اسباب الانلارجمنت اوف ليفت اتريوم مثل ريجورجيتيشن مثل ستينوسس كلها مفروض تشوف بس اختار من الجهات واضح؟ فلما تشوف شخص عنده ديسفيجل اعراض في مثل ستينوسس او مثل ريجورجيتيشن تعرف كيف تتاكد ان ترانس ايسوفيجيال ايكو كارديو كام ما راح نشوفه مثل الجسم مفهوم هاي؟ يقول لك كونفورم ذا دايجنوسس تثبت ايش التشخيص فتصور يسوي صح؟ الايسوفيجس راح يظل ماشي وهنا عندنا القلب نسمي القلب هذا القلب عندنا وراها داي فرام داي فرام اللي هو الحجاب الحاجز الريتنتي تقريبا بيا مستوى للانتركوستر في الفيف فيف لا سيكس سيفن انتركوستر فيف سيفن انتركوستر تنتهي الرئة مفهوم؟ واضح؟ ترى احنا عندنا كم ضلع؟ 12 عندنا 12 ضلع ترى هواية طلاب يفهم ان نهاية الأضلاع تعني نهاية الصدر مو الكب التخيل هذا مشكلة شوف الفكرة بالاناتومي ليش ندرس اناتومي سنة الأولى من الضبط المفروض حتى في السنة الثانية تصور أكثر صحيح نهاية شوف نهاية وين انتهى الدايفراغم تعني نهاية الإيش؟ الصدر وليس نهاية الأضلاع هذا خطأ الأضلاع ما لها علاقة بنهاية الصدر ولا بداية الأبدومين الأضلاع هذه حماية protection للصدر والأبدومين نفس الوقت مفهوم؟ الكبد برضو تحتيه مفهوم هذه نهاية فراغ شوف وين ينتهي تقريبا حجاب الحاجز عند أكثر الناس بالانتراكوستر يعني المجال بين الأضلاع السادس والسابع عند أكثر الناس ممكن يختلفون اللي عنده الفسيما ينزل لتحت تلقى اول انفيسيما يقول لك انتهى في الضلع التاسع او العاشر هاي دلاله على انفيسيما انه الكبرى ايش صاير فيها؟ كبران واضح؟ بعض الناس ممكن يختلفون ولذلك احنا لما ندخل شيست تيوب يا ضلع المثال اللي ندخل بيناتهم الخامس والرابع خامس وفورث وفيث انتركوست مش الاضلاع الضلع الخامس والسادس بس المجال اللي يسمونه خامس الكوستر اكيد مش عارف الضلع اكيد طبعا فالانتركوستر واضح؟ معنى هذا لما يقولوا لك انت راح تدخله فوق الضلع ولا تحت الضلع القلبي يلا وين تدخله؟ سلم فوق هذا عندنا ضلعين احنا راح ندخل الهموم بينهم صح؟ وين ندخله؟ هنا ولا هنا؟ بالنص بالنص ولا هذا ولا ما في النص ما انت راح تدخل قريب على واحد عندك مجال قليل جدا ما في نص بالموضوع لو هيك لو هيك ما انت الديافراجم بتخلص خمس ساعات عشان ما نصفش الدايفراجم ما الديافراجم ما خمس ساعات بس وين؟ قريب على هذا؟ هذا الجو ما يعني اسفل الضلع هذا رقم خلينا نقول هذا رقم خمسه وهذا رقم سته سته على رقم سته ولا على اسفل رقم خمسه؟ سته واحد عشان راح يشوف ايدي بالمويه راح يسوي ايه؟ بليدنج في فرق يعني الا شو طبعا وين الاكل والبيت تمام هسه تختاروا لي حتى اختار ستي فوق ستي تخلونا صح؟ صح ممكن صح
اللي قال يفوت على خمس رحم هنا في تحت الظلم اسفل الظلم في شرايين انتركوستال ارتري وانتركوستال فين وانتركوستال نيرف بليدنج ما حد هو كان عنده مطر يسقط عنده يعني مش انك مساحه كثير لا شوف شوي الظلم اذا انت تشوفه يعني سنه واحد احسن لك هذا الشكل شوف احس انك الظلم كرسم جانبي مفهوم؟ يعني لو اخذناه عم شفناه من الامام انتهى الظلم تبع هذا الظلم هنا صار الشريان والبين يعني فانت لو دخلت لجوا مباشره فلو تدخل لفوق ممكن تضرب العظم ما راح يصير لك مشكله بس لو ضربت بهذه الجهه شلون يصير عندك؟ ريدي فهذا مهم تسوي شنو؟ الايش؟ السوبيريور مارجن مش الانفيريور مارجن تبع الظلم المعلومه دقيقه لازم تعرفوها واضح هاي الفكره؟ واضح؟ بس افتهم طيب هذا السؤال ليش اركز على انه وين ينتهي وين ينتهي وين ينتهي؟ في بعض الناس يتصور انه الموضوع انا ما اخطا طبيعي تصير لما يدخل تشيست تيوب شو يقول؟ ما هي الرئه تنتهي على السادس والسابع طب انا خليني بالسيف سايد اروح لي على الثامن والتاسع وبدخل حتى لا اضرب الرئه وين راح يضرب؟ الكبد هو طبعا راح يخترق دائما مع الكبد عدل ما فاهم؟ او ممكن يجي على الكبد عدل من تحت اذا تحت خلاص ممكن يجيب يرجع لك هيموثوركس ليش؟ انا اشوف الدم طلع هو طبعا الدم طلع عشان ضربت الكبد من انجل سبلين بدي بالكم هذا هذا مجر هيمونج راح يصير عنده احراق فيها وهذا ترى فرنش يسموها هي يعني يسموها هسه خلصنا بيرهوف سيندروم خلصنا السوفجيال ربط شغل طيب هسه نجي على مصطلحات ثانيه سوفجيال بيرهوف ها ذكرت شو يسمونه كنت ناسيها ميلاري وايز سيندروم ميلاري وايز مال الكحول مو؟ لا هي مش مو مو ولا كحول لا مو كحول اي ميلاري حتى الدبر اللي ميلاري وايس سندروم من الوايس سندروم واضح؟ ايش الجيسنس؟ ايش؟ هذا بيضا ذاك غير تمام زولينجر ارسن سندروم زولينجر ارسن سندروم هسه تكون السوفجيال فيرسيس نرجع للسوفجيال فيرسيس من هذا السوفجيال فيرسيس يعتبر مرض ايضا مهم جدا في الاسوفيوس طيب من يعرف علاجه شنو؟ زي شنو دواء 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 ماشي دواء هو السبب ماشي شو هو طيب السوفجيال فيروسيس هو شو؟ دواء الاسوفيكوس نفس من طبعا انت شو خذها طالع اي دواء بالجي اي تي من الاسوفيكوس للهيموات يعني البواسير كل دواء نسرع الليفر من اقصد شنو الدواء يعني يعني شنو فينز متوسع دايليتد تشوال سرايكل فينز مو دايليتد فينز اب نورمال دايليشن اوف فينز تسميه دوالي الخط في القدم هذه نسميها دوالي القدم واضح؟ يسمى دوالي الاسوفيكوس الفينز فيها صمامات المفروض الدم يروح خط واحد ما ينجح لو صار دوالي الدم يجمع فيها وانتفخت هذا دوالي معناها في الجي اي وين صارت عندك دوالي دائما فكر مشكله في الايش؟ الكبد ليفر لما نجاوب لسه او الرايت هارت فيلير الليفر عشان الليفر ما بس الاخر معلومه شفتها طيب اي مشكله اي دواء اي انتفاخ بالفينز تبع الجهاز الهضمي من اللي يسوي بس وانت نازله مشكله الكبد واضح؟ ليش؟ لانه الكبد هو يستلم الدم من الجهاز الهضمي خط الدم ماشي من الكبد من الجهاز الهضمي على البورتال فين اللي بيرجع على الكبد بيتم تصفيته والدم هذا راح يرجع للجسم عن طريق الهيباتيك فين ومن الهيباتيك فين ايش الفيلر فين كارو ولا على القلب الرايت سايد واضح هذا خط تبعنا مفهوم؟ فاذا الكبد انسد الدم راح يقدر يرجع؟ يرجع القلب راح يرجع وين؟ لا لا ما راح يرجع قصدي يسمون راح يظل محصور وين بالجهاز؟ الهرم راح يسوي لك فيراسيز دوالي او في ايش في سوفيكاس مو فقط في سوفيكاس في الهيمورز
مفهوم؟ يعني ثلاث هيبرويد وسوفيكس وشو الثالثة؟ وهي كبت بجوزك يعني البريهباتيك صحيح بنحطه مع الليست عن البريهباتيك صحيح؟ في بريهباتيك والباتيك بوست بلاتيك بس حابب ايش بقى بتجن لا 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 برضو نعطي البورتال بين تصير عندنا كومبوزيت صار عندنا اشياء عملية ابستراكشن يا بين صح يا سنترال صح عملت المهم هي الفكرة كلها شنو؟ انه اذا الكبد يتوقف او اذا كان بيسمح الدم معناته الدم ما راح يرجع للجهاز المهم فهي اكثر سبب ال الاسوفيجيال فيرسز هي الليفر سيروسز ويصير عند الكحول اللي يشربوه ليش ايش معنى الكحولي هو اي اللي وصله مو الكحولي بس هم الموست كومن اللي عندهم ليفر سيروسز هم منو الكحولي واضح وورد واحد يعني على مستوى العالم بس اللي عنده هيباتيتس بي فايروس نفس الحاله فايروس هيباتيتس يعني صار عنده سيروسز اللي عنده كربوجينيك سيروسز اللي هو الليباتيك سيروسز نفس الحاله اي شيء سبب له سيروسز يعني نفس الدكتور والسيروسز هو شنو؟ السيروسز هو شنو؟ فايبروسيس اوف ذا ليفر فايبروسيس اوف ذا ليفر يعني الليفر تجمع فايبرين كلش صار ماده قويه لانه بيقدر يفلتر واضح؟ انت الدم وين راح يتجمع؟ البورتال فين؟ البورتال فين؟ يعني الجهاز هذا ما يتجمع دكتور ايش الفرق بين الليفر سيروسيس والفايبروسيس؟ هو لا هو الليفر سيروسيس هو عباره عن فايبروسيس سكار صحيح بس في عندنا حاله تجي قبل الحاله ما هي غلط شوف الفايبروسيس صح كلام صح 100% لما يصير جنرالايز فايبروسيس بالليفر شو نسمي الحاله مع سيروس ترى هو ريستركتيف لانج ديزيز هو نفسه هو ريستركتيف ليفر ديزيز يعني نفس الفكره ترى لو منطقه واحده نسميها ريستركتيف لانج ديزيز في فايبروسيس صار في منطقه بسيطه واحد اما لو كلها فايبروسيس شو بنسميها ريستركتيف لانج ديزيز طبقها على الكبد نفس المبدا هي ليش تموت خلايا الكبد؟ طبعا افهم مشاوره الكبد لو ظل عنده 10% كافي هم بضاف الجسم لان يشتغل وعنده القدره على ريجنريشن بشكل هاد يعني لما شخص يجي فمعناه الكبد من عنده منتهي تماما ولما يصير فايبروسيس بكامل الكبد يعني هذا خلايا ماتت عنده ما عنده ليفر سيلز واضح؟ لو احنا هذا الكبد من عنده باقي 10-20% نقدر نخليه يرجع تشيل الجزء الميت هذا جراحيا الكبد راح ينمو تفهموا عنده ايش القدره هذا ما يعمل الترانسبلانتيشن يحط يعني قسم صغير اي طبعا يم لا لا ايش حد لما بس شوف الحال بس شوف الفكره اللي انا شنو لو انت جبت الليفر هذا الميت بقيته بمكانه وجبت سويت ترانسبلانتيشن كل شيء مره على سفره تعرف ليش؟ في انه ايش؟ انت عندك هاي الخليه بسطح خليه تبلش لو في فايبروس ما راح تقدر تنقسم طب وين راح تروح؟ ما في مجال بس لو شلتها لازم هو يشيلون الميت هذا ويخلوا لك الليفر الجديد وينقسم عادي يكون لك برجع طبعا اكيد نفس فنفهم هذه الفكره فالمهم بس ترجع لا الريفرسبل لا نشيله ونخليه في الجديد هو نفسه ما راح يرجع ما ينفع انتهى صار فايبر زي الرئه اللي صار فيها فايبروسيس ما بترجع مفهوم؟ هسه الرئه نفسها ترى هم يصير عندها ريجنريشن يعني لما يصير انفكشن او شيء تكون خلايا ترجع بالنهايه بس لما يصير عندك فايبروسيس اللي هي سكار زي لما واحد عنده نقبه بجلده تروح ما بتروح مفهوم؟ اذا شلناه وسوينا جرافت اللي هو جرافت بس ما دام في النقبه في فايبر هي انتهى انت حاط اسلاك شائكه ما بتقدر تعبر الخلايا وضحت الفكره هذا طيب المهم فنرجع للاسوفجيال بارسيس هذا الاسوفجيال بارسيس عند منو مهمه عند الكحولك على اكثر خطورتها وايد تكمن انه لما تنتفخ شو راح يصير؟ بليدنج من عندهم طبعا هذا بتجمع بيه كميات هائله من الدم وبيصير ايش عنده؟ ايش؟ ربشر بليدنج راح يموت من ايش؟ من هذا الوضع شوك ترى احنا من النهايه نموت من ايش؟ من الشوك والله اعلم انا مو عشان عندنا كارديوجينيك شوك هيموليميك شوك هيموليميك شوك سيبك شوك هيموليميك نفسها هيموليميك لا مو شرط لو الان انت في صحراء فقدت سوائل بتصير هايبوفوليميك شوك بس ما تسموك هيموراجيك شوك انت ما فقدت الدم فقدت فقط ايش؟ سوائل لما تفقد فقط سوائل يسموها هايبوفوليميك شوك فقدت السوائل زائد الدم فوليميك فول نفس الشيء ما فهمت قصدي هيموراجيك شوك الهيموراجيك شوك تكسر حجم دم بالكامل فوليوم دم فيا بدل ما تصير هذا هيموراجيك شوك
يعني هي ترى هي نفس الفكره، هي صح نفس الهايبوفوليميا من ناحيه مبدا، بس الفكره ما فقد الدم، الثاني فقدت ايش؟ سواء فقط سواء الفرق في التريتمنت، هنا تنطي دم هنا تنطي بس سواء، فرق كبير بين الحاجتين، واضح الفكره؟ هنا بس سواء راح سواء الدم، يعني هذا ما يفيد بس تنطي له سواء لانه عندنا نقص في الدم عند الدراسيات، حتى لو انطي له سواء راح يصير عندها بروفيوجن، يعني ما في خلايا اصلا الاكسجين، فهمت الفكره هذه؟ واضح؟ المهم كارديو جينيك شوك لما يتوقف القلب مثل الكارديو تامبوني او سيفير بين النيوروجينيك شوك لما يصير مش الجهاز العصبي يسوي هايبرتنشن وشوك بعدين، وعندنا انافيلاكتيك شوك اللي هي شنو الانافيلاكتيك شوك لما يصير حساسيه من استشرائيه حساسيه عاليه بس بعد البليس تايمس عند الفازوديليشن تدخل في حاله شوك وانجيوديما وغيرها. بعد عندنا شنو سيبتيك شوك، وسيبتيك شوك اول سؤال في الجراحه سواء كان عليه سيبتيك شوك الاندوكسين، شو معنى الاندوكسين؟ البكتيريا لما تموت فيها توكسين زي الحمولة موجودة، هي لما تنفجر تخرج ايش التوكسين اللي بداخل زي الستريبتوكوكوس جروب اي بيتا هيموليتيك بتطلع توكسين جاما، هي بس الاندوكسين مش من الجرام نيجاتيف تطلع، الجرام نيجاتيف فيها الاندوكسين، امثال مثل منهم امثال هواي بكتيريا شاغيلا غيرها تعمل لك اندوتوكسين. اندوتوكسين ولا اكسوتوكسين؟ لا ممكن الثنتين او ممكن واحده، بس هو اللي يسوي لك سبتك شوك هو الاندوتوكسين. الاندوتوكسين واحد يضمن لك الكبد، واحد يضمن لك القلب. الاندوتوكسين بلد الدم. اما الاندوتوكسين اللي هو عباره عن لايك بوليسكرايد نفسه تبع البكتيريا، شو بيعمل؟ فازو دايليشن. سبت الكبد. ما هو فازو دايليشن، لما يصير فازو دايليشن الاوعيه كلها شو يصير؟ انه هايبو او سيفير هايبو تنشن. بس طبعا يسمى سبتك شوك، يعني شنو يسمى سبسيس؟ واضح؟ الفرق شنو فيها؟ هي تاكوكارديو فيفر. ايش الفرق؟ تاكوكارديو فيفر. فيفر فيفر ما هاي التنشن. فالاسوفيكال فيرسز بين تسوي القلب. يعني يشربون كحول اكثر اللي صار عندهم ايش؟ سيروسس. هو اي سبب من اسباب السيروسس؟ طيب واللي عندهم ما تعرف اليوم ايش عندهم ما شيء؟ اكيد ليش؟ لايت فيلم ايش يسوي؟ يرجع الدم، يرجع الدم على الكبد، مو بس على الكبد، طبعا احس عند الجنرايز قديم الجسم كله كبد ضمن هذا الشيء. حكم مصطلح للقلب لما ياثر على الكبد، شوف لما الدم يتجمع في الكبد بسبب فشل في القلب، هاي الحاله نسميها نوت مانج ليفر. نوت مانج، نوت مانج ليفر، ايش معنى نوت مانج ليفر؟ يعني القلب المحتقن. شو معنى محتقن؟ لما القلب يعكس الدم ورجع على كبد في الفينس مش كبد، لما عندنا رايت هارت فيلر فشل في الجانب الايمن من القلب، هل الدم راح يرجع القلب؟ لو وين راح يرجع؟ هذا القلب هذا رايت سايد، عندنا القلب راح يرجع الدم عن طريق السوبيريور والانفيريور بينه كامل صح؟ لو عندنا رايت هارت فيلر هذا ما بيقدر يضخ الدم، الدم وين راح يرجع؟ الفينس. طيب احنا مرتبط بشنو؟ بالهيباتيك فين؟ هيباتيك فين، وهذا مرتبط بشنو؟ بالليفر، وهذا مرتبط بشنو؟ بالبورتر فين، وهذا مرتبط بشنو؟ بالجي اي سي، واضح؟ فالدم هذا راح يوقف، القلب وقف رجع على ايش؟ كونجستيف فيلر دكتور. ما هو هذا هو كونجستيف هارت فيلر. المهم هذا راح شو يصير عندنا؟ ايش راح يسمى الكبد لما يمتلي في الدم؟ طبعا شو راح نعمل؟ ناخذ خزعه من عنده او ناخذ قطعه من عند شخص ما نشوفها ايش مليان دم، يسموها بالثورك، يعني شنو بالثورك؟ يعني مليان دم، مفهوم؟ هذه الحاله شو معناها؟ شو نسميها؟ نوت مين ليفر، وطبعا راح تلاقي ان الليفر سيروس على المدى البعيد، واضح؟ الرايت هارت فيلر، فلسه عرفنا الكحولي الهارت فيلر الكاثوليك هارت فيلر اسباب السيروسس كلها مثلا هيباتيتس بي فايروس، مفهوم؟ مش شرط انه يكون الكحولي بس على الاقل الكحولي دراج انديوس هيباتيتس يعني غير وايد امور كلها. فالمهم فهي نفس الفكره، بس اتذكر ترى الهارت فيلر يصير وياه اكسوفجيال فيروسز مش الليفت هارت فيلر، رايت هارت فيلر عشان الدم يرجع وين؟
على الفينس والرايت هارت فيلير دائما يسوي لك جلجولر فين استنشن ايش توسع هذه الاورده صحيح مفهوم جلجولر فين استنشن نسميها طبعا يسوي لك جنرالايز لان الفينس اذا ما ترجع الدم راح يضل في الاطراف يضل في فراغ يسمى جنرالايز ادينا شو الفرق بين الاديمه تبع القلب والاديمه تبع الكليه؟ الكدني فوق القلب الاجرين بيصير فين كنت مسوي جنرالايز بس فكرة بيفرشية يعني. الكيت هو الوجه أكثر العيون الأوربيتال. باري أوربيتال. باري أوربيتال. صح الوجه أكثر. ذاك إيش؟ فاكس ليس. بالإكسترنال. وين الزرق إيش؟ ليش ليش؟ لأنه هناك بده يرجع للقلب في هناك فراح يكون عشان الجاذبية صعبة إنه يطلع. بالهارت فيلر. حلو بالجاذبية تتحكم. الفينس راح تكون مليانة. الفينس راح إيش تكون؟ مليانة. طيب الرينا في جاذبية كمان ليش مصر ليش خلاص عطت من الأولى لهذا خلاص الثاني للرينا لا أنا فاهم أنا عارف الفكرة صحيح يعني الجاذبية راح تنزل المية تحت في الفينس المشكلة الثانية مش في الفينس والأديمة أصلاً ما لها علاقة في الفينس بالمشكلة الثانية فما لها علاقة بالجاذبية مريم مش نزل بالأديمة الأديمة بالحفرة الأنفية الإلكترولايتس الاستئناف أول شيء فوليوم أوفرلود في عندك مشكلة في رينا فيلر في فوليوم اوفر لود بس هي مش كل حالات مش اذا مشكلة في الكلية معناها دائما فشل في الكلية تكون ابسط مثال نفروتك سندروم اه كل عندنا بروتين يوريا ما فيش بروتين البروتين بشر ضايع يعني لا تخيل انه عندنا انواع عندنا وارد فمن هاي صارت في الوجه انها منطقة رقيقة فيظهر فيها بس هي ترجمة كل الجسم اما في حاله القلب شغله ميكانيكيه لا لها علاقه بالبروتينات في الدم ولا لها فقط انه ميكانيكيه والقلب ما يضخ وين راح يتجمع؟ في الاسفل راح تلقى بيتك اليه مفهوم؟ هذا اللي انا افهمه تفضل ايش هيبتاتس بي؟ اذا هيبتاتس بي تتحول الى كونفليشن مالت الهيبتاتس سي فساعه راح يتحول الى سيروسس ممكن يصير عندي اسفنجر فيروسس يعني الهيبتاتس بي هي كومبليكيشن اي هيبتاتس مو شرط مو الذي يعني السي دكتور السي دكتور لا لا مو هي مو الفكرة بالسي والبي والسي ممكن تسوي لك هي بالسيروسس بس البي أقوى من السي ترى واضح البي أقوى فممكن إذا ذكي على أسرع وشوي لك ثلاثة أيضا من الكانسر واضح المهم اسمعي خلنا نتحدث فهذا طيب السؤال اللي سألتكم إياه قلت لكم أي دواء أنا طيب زين هسه احنا شنو الكومبليكيشن تبع الاسوفيجال بيرسيز بريدي وما اللي قلت انه بريدي كالسيوم اصدق بس الكالسيوم لا يحسن ها؟ يحسن لا ترى عندك اسد؟ بحاول اعالج الكبد واسوي البرسيز طيب هاي حل نان سيرجيكال واحنا شنو تعالج الكبد هو سيروس يعني عشان تسوي او نعمل لها البريس نعمل لها كوي للبريس نفسه صح سكليروثيرابي 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 طبعا في الكروك يستخدمون ايش؟ بالون بالون بس هذه اصلا هذا الكروك جاوبوا بالون يعني في سؤال جاوبوا في اذا بالك بالون بالون دايليشن امراض بحطوا ستيت زي ما هسه حاليا الان عمليا ما ظلت بالون ليش البالون؟ طب انت ضغطت عليها نفختها وقف البالون طلعت البالون ايش وضعها؟ ايش عملت؟ ايش عملت؟ ما سوينا ايش؟ اصبر فهسه ايش راح يصير؟ هسه انا ما استخدم جراحي لكم دواء مش جراحي ترجيل سامعين بدو اسمه فازوبريسين؟ اه فازوبريسين شو فازوبريسين؟ هرمون انت اللي قلت هرمون انت فازوبريسين؟ ليش شافوا له وظيفه شغله غريبه يعني الفازوبريسين اللي هو الانتي دايرتك هرمون شنو وظيفته بالجسم؟ ايش بيدر المي مع البوتاسيوم ياخذ المي ويمشي انتي دايرتك اه اسف يسحب اللاكتون العكس اه يسحب عشان يرفع الضغط يسوي فازوكونستركشن مع الصوديوم اه بس قد يسوي فازو كونستركشن ولا لا شوف اصلا الفازو كونستركشن بس حنعرفوا شغله الفازو كونستركشن ما له علاقه بالايرونات ترى الفازو كونستركشن يروح على الديستال البعيده اخر شيء يشغل شغله اسمها اكوا بورز قنوات المياه ويسحب مي ووتر ويسحب مع الصوديوم ما هو شوف يسحب الميه فيخربط لك الصوديوم من الجسم المهم هسه عوفونا من هذه الباث سيرز بس هو شو يسوي فازو كونستركشن واضح؟ ما عدا وريد واحد يسوي له فاز دايليشن شنو؟ بورتال؟ مين؟ ايه لانه ما يسوي له ايش؟
هذا سؤال ليش في كمية الدم على الشخص بيعقل ولا أكثر؟ رجع لوين؟ للجسم بتزيد صح، فبالتالي شنو يقلل الفير؟ راسيز، واضحة الفكرة؟ يقلل ايش؟ الفيروسيز يعني هذا الاسم دواء فهمنا هذه؟ فالفازوبرسين، فالفازوبرسين يعتبر دواء لهذه الحالة. أنا بقول لك على دراج تنظيف في هذه الحالة، الفازوبرسين في سؤال عليه ترى. فتذكروا هذا الفازوبرسين نعطيه فازو فازوبرسين اللي نفس الـ AD ايش؟ أنت تقدر تكون نفسه. طيب خليها رسمة مشكلة. طيب إذا ما فاد الفازوبرسين وواحد عنده سيروسيس وما عندنا كلام نقول شو بنعمل؟ كمان مرة؟ لا ما فاد الفازوبرسين وواحد عنده سيروسيس شو بنعمل؟ سيرجري. شو بتعمل يا سيرجري؟ بعمل انستموزس اشيل الفيز. مش انت تتصحص جبت انستموزس شو اسمه؟ مش يسموه؟ ما بعرف بالضبط انا عندي فكره بس مش عارف صح عافية. Trans jugular, hepat portal shunt. شنط شنط شنط. غير التوصيلة بنعمل يعني. اختفى عن التوصيلة عشان فرق الرضا. بس هذا شو راح تعمل له؟ من يعرف الكومبليكيشن تبعها. الكبد كان ليش هو اصلا ليش البوردر وين بيجي على الكبد؟ بعدين تاكسد المواد اللي باخذها من الاسياء. هو البوردر وين اصلا ليش بيجي من الجي اي؟ مكان الجي اي راسا ياخذ الدم ويرجع على الانفيرفيناكوريز المصيبه كلها. ليش بيرجع على الكبد؟ بيعمل فلتريشن. فلتريشن لشنو؟ للمواد اللي بال للامونيا ما البكتيريا بالجي اي تنتج لك امونيا. امونيا من اللي خلصت من الامونيا؟ الكبد بيحولها الى يوريك؟ لا مش يوريك، اليوريك اسف يحولها الى اليوريك سبيرين يحولها الى يوريا. طبعا ايضا ما راح يجي من الجي اي، منين يجي البيورين في الجي اي كثير واضح؟ فيحول لك الامونيا الى مركبات اجيبولك اسيد يوريا خلصت من عندها. واحد يقول اخذت القاموني في الدم يا حبيبي الامونيا تذوب في الدهون راح تروح للدماغ وايش تعمل لك انسفلو باثي يسموه هيباتو انسفلو باثي. بنفتح الربط من هذا الموضوع. فلو قال لك الكومبليكيشن تبع عائلتك ان شاء الله شنو؟ هيباتو انسفلو باثي. وانت راح تقول لي ما هو هسه راح يكون عايش بمعنى عايش بس داخل في كوما بس ايش بس عايش. يقول لك هو هذا ما هسه صار. تلقى لي ما اعرف لكم دوري المستشفيات او سامعين حالات بس صار عندهم مشاكل في الكبد يدخلون في حاله كوما. ليش يدخلون في حاله كوما؟ لان الامونيا راح تصير في الدم. طيب صار عندي اسوفجيال فيروسز الان انت في حل تعوفه ما تعمل لي اياها والله خايف الامونيا تزداد بس بالمقابل راح احد بريدي ويموت. طب عملت لي اياها خلاص وخذت اسوفجيال فيروسز عمليا بس ايش اللي صار؟ صار براين دامج. او ترى الحل النهائي لهذا الشخص لو تسوي لي ليفر ترانسبلانت لو ميت والله طبعا راح ممكن ابني من كوكليشن راح كل شيء راح كل وضع الكبد راح. فهسه نعرف صار راح اكتب لكم اسم العمليه اللي نسويها اكتبوها عندكم فهذا يسموها بورتو ترانس جيجولار بورتو هيباتيك شنت. واضح؟ ترانس جيجولار بورتو هيباتيك شنت. والله لازم نسوي الليفر ترانس بلانت. واذا ما سوينا له شو راح يصير عنده؟ برين دامج. وايش السبب؟ الامونيا. الامونيا ايش بنفوها هذه؟ الامونيا هذه يسموها هيباتو انسفلوباثي. هيباتو انسفلو واضح؟ فهمني هذه؟ صورة تمسح والله فهمني. طبعا الاسوفجيال فيروسز شنو اللي يميزها؟ قلنا هذا كلها ايضا ايش ويا بريدي؟ بريدي من المشروع شوف هيماتو شوف عندنا كلمتين لازم تعرفون الفرق بيناتهم هيماتو ابتيسيس وهيماتو ايميسيس. هيماتو دم ابتيسيس يعني قحى ويا دم هيماتو ايمسيس ايمس يعني فومتين فومتين هو الاول شلون تتوقع انت شو راح تميز تشك مال طيب شو راح تميز كحوي دم ولا هيماتو ايمسيس كميه صح بس
كمية قليلة بالحالة. فريش بلان كونه كمية. 3% صار فريش بلان. هي ما تقول مثل ما تقول بس كيف ميت بينا؟ قه أو كان ويا دم الشيطان. إذا بكون عندنا جاوز. وأنا مو شرط جاوز. ممكن ممكن بالحموضة. كيف؟ لأن صح. مو عشان تحسبها في لسانك شوف ايش حاجة تصير فيك. لا كمية قليلة تصير في الحالة كيف واحد ميت في شغلة ميتة. تذكر بسيطة ترى مو صعبة. هي تطلع معي وردي ايش راح تطلع لي حالة؟ هي تطلع لي حالة لا 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 ما ترى شوف ما ترى امسيس لما مو واحد عنده يشوف جيل فيروسيز دم راح ينزل على السريع على الجيران. الحالة يكون؟ راح يخرج ما راح يتميزين ما راح يكون كل لون احمر. ما راح يكون اصفر او ما ادري ايه هو كله راح يكون مخبوط مع بعض ولا ما راح يكون لون اسود كمان نعم ما راح اصلا يخوض العصاره تبع المعده عشان يتحول للون اسود مليان اه ابو جي اي ما بيطلع لون احمر رايت فير لا ابو جي اي بيقول المليان لا حسب ما هي ها عارف هاي كلمه حسب انا مريض هذا شوف بس القصد يعني اكثر لو جي اي بيكون مليان والابر يكون ايش رايت فير طب كيف واحد يميز ما هو انه يطلع رايت فير أبسط مثال ما هذا موجود في الرئة شو موجود في الرئة هواء هواء يطلع على بابل بالصوت بابل صح فوم يعني رغوة هذا إيش هيماتو تيسيس طلع ما في رغوة هيماتو ميسيس فهمنا بسيطة جدا واضح رغوة لو قلت لك فومي مو أقول لك كفو بالبلاد دم بعدين هيك تروح على الهواء هذيك تنزل بس شوف انت لا ما تقدر تقول من هذه ما تقدر مرات واحد بسرعة عنده كحه وبسرعة عنده امس على اليسارين يسال يمسكيوس ولا كلينك هذا كلينك خلاص هيك السريع والترا ساوند وجع شخص هذا السؤال اللي تسال فيه لما تسال اورال اكزامس اللي فيها كلسترات راح يسالك الدكتور يقول لك كيف راح اميز الكلمه بسيطه هي فوم واضح؟ انسال كذا شلون هذا الشيء شوف فكروا انتم بالمستشفى ما راح يصير لكم فيرال ديزيز راح يصير لكم موست كومن صح طيب مو مشكله في مرض اسمه ليش نيهان سندروم ايش تمام في مرض اسمه ليش نيهان سندروم واحد مليون من البشر بيصير اي بالبيتيوتري مو هذا شهاب مش شهاب مش شهاب ليش نيهان ليش نيهان ليش المهم فواحد مليون ما بيصير له كاتش اذا غلط ليش نيهان سندروم طب اغلط ليش نيهان سندروم واحد مليون مش مشكله بس تطلب دايبتك كيتوسيدوس اليوم اللي جاي على المستشفى راح تقتل لك مليون واحد اليوم فيا فيا شوف انت تعرف المسكون ولا لا يعني احنا دائما في العراق كمان لما يجي والله المرض دكتور ليش ليش انا اول هذا ستارت تقول في اغنيه يعني اسمها ليش نيهان سندروم نيثر ذا بيكس لايكس نيوكليوتايد سالفج اونس اللي تسبب الميون ديفشنسي تسبب الريد من عندها هذا بالنيوكليوس اسيد ترانسفورميشن بلا لك منه ها؟ اه بلا لك منه بلا لك منه هسه بس الفكره يعني عرفوا المستوم يعني ما دوكتيسيس ما دوكتيسيس هذه راح تشوفها من الاي وايز ايش نكتب قلنا؟ هايبر ام سيز جرافيدور دم ام بعد ايش قلنا؟ بومينيا فهمنا ايش بعد هو مينيا اه بعد ايش قلنا؟ بومينيا ما بتقول vomiting مش vomiting مرة واحدة أنا بكون متكرر واضح على حالة فأيش يسوي لك هذا يسوي لك طبعا هذا الدم راح يكون في السويكر بيرسيز وهذا يكون رايت عشان أبر جاي ما راح يكون لونه أسود آه فريش جديد ما بيكون لونه أسود ما بي بوبلز مش جاي من الرئة واضح طيب بس الأهم هذا يشوف جي أو سيفريك تشارد كما تترى ماذا ترى يشوف جي أو سيفريك تشارد وما هو معنى سيفريك تشارد اللي هو ركتر المبنى تركيب تركيب احنا مش انه منقصة تركيب سبرنجر انا اقدر اشيله كلمة سكار مكان سكار ايش معنى سكار نتبه لما ايش فايبريس الفايبروسوس سكار كولاجين الجنة هذا يصير لما ينحرق في الاسوفيكاس كيميكال بورز واضح الاشياء شو بيصير؟ راح يصير عندنا كانه انحرق جدا يصير سكار يصير نتبه هاي النتبه راح شو تسوي؟ راح تصلب لك الاسوفيكاس واضح؟ فراح يصير عندنا ديس فيرجن ديس فيرجن هاي اول مره صار عندنا ديس فيرجن طيب الخطوره مو من السكتشر نفسه الخطوره مش لما يصير بيرفوريشن
يعني مضيق الدرام وش يسوي؟ يصير دروب سندروم واضح؟ احد اسباب الدروب سندروم من ايش؟ ستركتشر هذا يسوي كيميكال اف كيميكال بورن. طبعا شلون بيصير كيميكال بورن؟ لما شخص حاط انتحار ما راح يشرب له ميه نار اللي هي نترك الاسيد بيشرب ميه النار وبعدين ندم بيشرب ميه نار طب وبيموت صارت قريتها بالفترة عن بيب بأمريكا نفس الشيء وهي صغيرة شربت راح كل الجي اي تي عندها لحقوها يعني وزرعوا لها الجي اي تي لما صار عمرها 21 يعني كانت اول كانت جي اي تي كانت اول مرة بتاكل قالوا لها شو بدك تطلبي تاكلي اول شيء اكلت بيتزا يعني اول مرة كل شيء كله كان اي فلويد يعني فهمت فهذا كيميكال دور أكثر شيء سبب يسبب ستراتش واضح يعني سكار واحد سبب لك شنو ديس فيجيا ديس فيجيا أكيد ديس فيجيا ديس فيجيا إيه سو فيجيا بس شو نحيج هذا عندك شو شو كذي شو شو ما تجد واحد عنده سو فيجيا بس ممكن الروس أيضا عنده ديس فيجيا هذا رأيي ما هو كلهم ديس فيجيا بس ترى بس هذا ديس فيجيا هذا ما بيدس فيجيا لأنه كده صار خير بالبوس هذا ديس فيجيا هذا ديس فيجيا هذا أكيد ديس فيجيا بس وصل ما أعرف حد ممكن ولا رجل ممكن لا هو مش نيو طالع بس مش تفهم كيف بس إيش بتصير تك فارس ممكن إنزلاتي مثلاً كمان بس لا إذا أكل أكل سخن أو أكل بارد يمكن ما يسخن بيبدأ يحس إنه في سبازم يلا لكن حار بس في سبازم عشان شنو السيمبوتيك والبارس لما يشلون بيسوي إيش كونتراكشنز بس هذا ما عنده دسبيريا دائمية يعني في تروح عشان ذولاك البقية دائما ظهرها ثابتة ما تروح واضح؟ احنا ترانزيت يعني مش ثابت هذا لازم نعرف هذا اسمه جيل سبازم when you're hot and cold drinks أصدقاء المخصص صرنا ما العطش ما الجوع لا مو أصلا مو من الجوع والعطش هذا قصدي لما تشرب شربة حارة يعني يشرب شربة قهوة مش حس فيه سبازم صار يشرب مية عادية ما عنده مشكلة بس شرب شربة باردة جدا كوكا كولا طلع عنده سبازم ديستيشن تجميل الشربة الحارة والباردة ها طيب بالعكس طيب كروك سكرو كروك سكرو شايفين هذا اللي يفتحون فيه السكرو هو يعني الأولاني بيكون بالإكس راي هذا مفهم طبعا احنا لو كنا نشوف بالإكس راي كيف نسوي باريوم باريوم بس في جسمه ما بي نحط باريوم عشان باريوم سوول باريوم سوول عارف باريوم هي ما تبع وين تبع الريكتوم اللي هو يعني من الأسفل اللي هي تبع الكولون وغيرها وسوول يعني المبتلع واضح؟ بعد تغلق انت بتصور طب هي الاتفاز يعني الاتفاز ما يكون شوف شوف مو البرنامج مو بس مو بالاتفاز بالربشه المستخدمه راح تعمل روتيشن طيب التريجيا تعمل المونتري صح ما اصبر في التريجيا وفي اكل اكل عليجيا من اللي بحياتي ما اكل؟ الاول أكريجيا ولا أدريجيا؟ أدريجيا من اللي بحياته ما أكل؟ أكريجيا عرفة، أدريجيا ما عرفة، إذا بحياته ما أكل أدريجيا أدريجيا اللي بحياته ما أكل، صح؟ ما بيأكل بحياته ما أكل، صح؟ أدريجيا شو؟ أدريجيا شو؟ شو بتصدق؟ أس 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 أدريجيا أدريجيا معناها نهاية عمياء شو معنى؟ يعني شو؟ اللي تراه قبل في مرة يعني أصلا شنو؟ شو في قصة عندي من الأبدون؟ مفصولين يعني كونجوني تلاقي كنت صرت انا ما قلت لك بحالي ما في بكون خمس حالات خمس ما انا فاهم انا ما قصدي هذا قصدي الاتريج نفسها ليش الاتريج قصدي شنو من عندها الاشوفيكس ايش واصل المعده؟ ها تفضل ايش واصل المعده؟ ايش واصل المعده؟ انتهى هذه المعده واحد والاشوفيكس واحد والله من اسئله على فيرست بيست فيدينغ ما هي انا اول مره تعطينا فيدينغ ما بيوم طبعا ايش تسوي لها ايش؟ طوال يومي طوال يومي فهذا ما اكل بحياتي ما فيها اكل اتريج بس اكل ايش هذا بياكل ما شاء الله هذا عمره يقول لك مثلهم يدوهم يلا يا اخوي 40 سنه فطالب بيقول لي اتريج يا 40 سنه 40 سنه ما ماكل يعني هذا
بس نطق اللور مو اللور نطق اللور في العالم ما شاء الله يعني يشيلون الاختيار اللي حصل هاي شده شده يصير اكبر يا شباب فهذا الفجر هذا تشوفوه بالفيديوهاتك هذا تشوفه بالسياجه واحد يشوف الفيديوهات ما تشوفه بالسياجه لا تصوروا ادريج شيء طبعا عندنا في الدنيا ادريج شوف جي ادريج مش عباب فقط انه هي ضرب شوف القص ويشوف القص هذا كونجنت هذا في الابيين مرات شيء يصير شوف القص ما يجي في المعده يرتب غير تريك مع ليش التريك يرتب بس من نفس المنشا من نفس المنشا الجنين بالدفلوب نفس المنشا الجنين طب من يعرف بتويتر من المنشا الجنين ايش بتويتر من المنشا الجنين هاي بعرفها بس نسيت حضرت فيديو عن الدماغ منين مش من الدماغ لا نوعين في الجدر في عندك بوستيريا هو النيوروجينيك يعني من الهبة في الراس طب ولانتيريا منين جاك؟ بإشي من البطن من لا من الفارنس فارنجي أو باوتش جاك الفارنس فارن؟ إيه من البلون صعدت وعلى ذلك حتى تشوف مثلا فيها اصلا من هي سمنه دماغ ما يعتبرون من البريد تشوفها هاي انتريال؟ اي انتريال يعني يغطوا بي اشياء وايد المهم فاستثنى ايش معنى الاثريجيا واكل ايش هذا بياكل هذا ما بياكل شنو معنى كلمه ديسفيجيا؟ كلمه ديسفيجيا اذا صارت عامله تفهمون؟ اذا ترانزيت ديسفيجيا تروح تجي هذا شنو الايش هي النسبازا اذا ظلتها موجوده هذا كل اختلاف هسه مثل ما هو شيء دقيقة طيب هسه الاتريشيا هذا تصير بشنو بي؟ نيو بورن عفوا مو يعني واحد عمره 40 سنة اي ايام هذا ما اول اول رحلة اول رحلة مو خمس ساعات والله شهر ما في دكتور رابع هلا سيرجيك هلا سهل جدا تعرفها او الى البريست فيدنج ما راح يخرج كله او ممكن يصير عندك شنو؟ اسبريشن نيمونيا بالضبط راس لو ما ياخذ بريست فيدنج بالكوفي وايش امور ثانيه يدخل دسبنيا ومصايب واحد هاي الاثريجيا احد اسباب الريسبيرتوري ديستريس سندروم في اليوم واضحه؟ هي نفس الفكره فانك كيف تصير؟ احد اسباب الريسبيرتوري ديستريس سندروم عشان ايش راح يصير اسبريشن نيمونيا راح راسها تدخل عليه مباشره تتفهمون؟ كيف تميز؟ السور فاكتان اول ما ينولد عنده مشكله. هذا اول برست فيد عنده مشكله صارت، شوف التوقيتات كيف تختلف الامور بينها. طبعا الطب صح يا الواقع يعني مو معنى احاول اصعبها بس يعني حتى تقدرون تربطون. واضحه الفكره؟ اشوف هسه لسه اللي شفت هسه شكلها ما صارت. فهو الجي اي شوي سيستم ما يهتمون فيه او يعني ممكن يحسوا لك انه مو مهم. بس ايش ممكن تعرف اهميه لما تركب سيستمات البقيه؟ كل سيستم ترى غير هذه الجسم ماكو شيء اسمه سيستم صراحه ترى هو واحد متكامل ما تقدر تفصل شو سؤال؟ في شيء بتعرف شو قصدك بس كل بروجكتايل فورمتنج عند اليوم كيف الفرق بينهم؟ نفس الشيء شوف البروجكتايل فورمتنج يصير ويا المننجايتس غير المننجايتس يسوي الله اعلم شنو الفكره اللي بالضبط بس من جاي اسمه بروجكتايل فومتنج عند الكبار وعند الكبار شنو معنى بروجكتايل فومتنج يعني كانه دا يضرب قذيفه هذا يسوي ايش؟ يسوي زياده بالانتر كرانيال بريشر زياده بالضغط على حجرات الجمجمه اي شيء يصير منه تشومر ويا بروجكتايل فومتنج من جاي اسمه بروجكتايل فومتنج واضح؟ يعني وايد بس انت ايش معنى تريجيا؟ زين الاكل يا جماعه اللي قلنا ايش؟ ديجيتيشن في الماده تاع الصفحه الوسطى مع مش اي بس الاكلات ستينوسيس او اللي هو يسوق جي او سفنكتر او بيور او شوف بس عشان يسكر يتوسع عشان ينجبر يتوسع الطعام راح يدخل وين راح يطلع محصول فهذا ايش معنى هابينس؟ ايش معنى هابينس؟ فديسفيجيا دس فاجيا وها في نس وايش فومتنج اوف ان دايجستد فود زين ما عندك سؤال سؤال ايش جملة هي؟ فومتنج اوف ان دايجستد فود يعني طيب سؤال اسالكم اليوم مهم جدا كانسر سوى دسفيجيا شو الفرق عنك ايش؟ شو الفرق عن الاكل؟ شو الفرق عن الاكل؟
شغلهم جدا. وين كلوستر فين يسوون؟ بلاد دكتور سويدي 14 وش بالليل في بلاد بلاد دكتور ايش والله واحد يقول بيكون بلاد في فورتي وين بلاد سفيرش من السفيرش شو تميز؟ ايش الدكتور سؤال؟ عندنا الكالرجيا وعندنا كانسر كيف تميز بينهم من السفيرش؟ دكتور الكانسر في عندنا فكر فكر بهذا المسألة فكر شوية فكر بهذا لا هذا كانت سبازم دكتور اللي شو اسمه بالكانسر في عندنا اوبستراكتيف وعندنا اللي حسب الهي اذا فوق بطريقه من اشياء صلبي ولا اشياء سائل اشياء سائل اشياء صلبي معناته كانسر الاول اذا سائل معناته انا عندك ايش شو الاكريجي سبيجي شو اسمه نعم الاكريجي صلب صلب وسائل حلو عفوا لو كان عندنا سبيجي ما يبقى اشياء صلبه وسائله سبيجي مظبوط هذا ايش اكل يعني سولد عن ليكويد فود بس هاي بنوع من السفيج دكتور هو ما سالت كيف راح تميز بس هو بالكانسر بس بالكانسر اكيد لا مش الكانسر ما يبدا مره واحده ويعني يسكر مره واحده اكيد زين عشان بالكانسر مره السؤال ما بصيرش لا لا بصير شوف لو قال لك بروجريسيف شوف كلمه بروجريسيف progressive dysphagia يعني على التدريج بالصيف تتقدم from شوف from solid food to liquid يعني بدينا بس عندنا مصدر dysphagia الآن نحول إلى هذا cancer ما في أكريجي هذا cancer لأن الكانسر هي المعدة التدريج الأكريجي مرة واحدة هي مسكرة لو تفتح للكل لو تسكر على الكل مزبوط فهمت الفرق بيناتهم؟ أنا بس اليوم حتى اليوم في بالدياجنوستيك للسفايكال لا هو لسه سيجي السفايكال كانسر بعد شيء بشوفته فوته زي حبي معي فهذا اسمه يكتب هنا من فروم شكرا بس ايش كان لا تبني بقول لك تريتمنت شيء للسفايكال كانسر لنفوته زي حبي بس تسأل المعدة بتفتح بتلاقوها بتكون زي خيط صغير لما بتطلع بتعرف بتاخذ زي بايوبسي مواد لا مش مش تريتمنت هذه لا دياجنوستيك انا قلت لك مش تريتمنت صح 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 بتطلعوا فيركم منه يعني الطريقه سهله وسريعه اي صح هو بالنهايه صح هي هذه احسن من الاندوسكوب اي انه اسرع وارخص اه في امكان بيدخلوا في جهاز هضمي عشان نسوي الاندوسكوب زي المهم دسفيجن فروم ماشي سوليد تو ليكويد يعني دكتور بالاكريجيا اثنين اثنين مع بعض والاثنين بس من صلب الى السالب اه الخمس كبير سالب ولا يعني الاكريجيا يعني الانسداد الكامل بها يعني انا حتى اسمه لا مش انسداد بس هي عصر البلع وليس الحاجه البلع بس عصر يعني شعوب البلع هنا ما راح يفهم فيها اوكي مش نهائي لا لا لو كان هذا كان ما يدخل كمية قليلة شوية 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 راح يفعل هرمون في الديت يلا شوف يلا النوم بالاكس راي شو نشوف في هذا الاكاديجيا بيرتي يسموها زي المنقار عشان ايش من فوق من دفوق من اول فهذا بيرت او دكتور في له اسم ثاني ماوستير هذا صفر ايش في البايرولكس مهم الكانسر حسب اشوف طبعا اشوف ماس في مظبوط بس المهم ديفرتيكولوس اللي هو في التجميل التكيف هذا شنو؟ شوف لما جاك واحد بيقول دكتور انا كنت من قبل يومين ماكل فستق حلبي تعرفون صح؟ اقول لك والله ورا يومين كنت اتفرج على فيلم رجعت طلعت فستق حلبي وقلت له هذا عنده ديفرتيكولوم او تكون باد اوردر يكون ريحه ما اصبر انا فاهم هذا عنده كيس بيجمع فيه زي الجبل مو عنده سنان بيجمع فيه اكل هذا عنده كيس فيه سكر بيجمع فيه طعم زي العصافير اه بيرجع يطلع مره ثانيه ايش لما يفضل كان خلف المسلز فالشبكس يطلع يتحول لكيس فراح لما ياكل جزء من هذا يفوت في الكيس مظبوط فلو طلع راح يطلع اكل غير مفهوم يعني ما راح ينمح لانه ما وصلش اول نقطه بعد السمال ريحه كريهه للدنيا صار
بريك ولا تمام؟ تمام. لا تمام. لا استنى يلا بعد صوروا بس يلا بكره.